أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة مع مصرع عدد من العناصر الإرهابية أثناء مداهمة أمنية لأماكن اختباء تلك العناصر في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء. أوضح المصدر أن ذلك جاء بعد ورود معلومات حددت أماكن اختباء تلك العناصر، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد مأمورية لمداهمة العناصر فور ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني بمكان اختبائهم. وفي حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقامت القوات بمبادلتها بإطلاق النيران. هذا وتواصل القوات حاليا تمشيط المناطق المتاخمة لمحل هذه الواقعة.